مع عالم الديكور والتصميم الداخلي للمنزل. ونعرف يمكن المواد الأكثر شيوعاً سلمى اليوم هي الجرانيت والسيراميك، يمكن من أساسيات البيوت اليوم، والناس نوعاً ما بتروح للسيراميك لأنه فعلياً أقل تكلفة بالنسبة لهم. وفي مشكلة دائماً بيعانوا منها كل الناس خصوصاً بفترة الشتاء هي الرطوبة الداخلية. صحيح نور، ويمكن اليوم رح نتعرف أكثر شو المفيد من هي المواد، ويمكن أي حدا بيسكن ببيت بيحاول يدور على مواد تكون تساعده بالمشاكل الموجودة بالبيت سواء الرطوبة أو غيرها من المشاكل ممكن تظهر. لهيك في مواد معينة تستخدم بالمنازل لهي المشاكل، رح نتعرف عليها إيمت تستخدم إيمت لا، شو المحاذير وشو أيضا اللي بتعطي جمالية وبتواكب الديكورات اللي متغيرة. نحن بنعرف كل مثلا كم سنة بيطلع نظام جديد بالديكور، لهيك رح نتعرف على كل هاي المعلومات والإجابات مع ضيفتنا بالاستوديو المهندسة نور عيسى وهي مهندسة ديكور. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. كيفك نور؟ يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. بالبداية خلينا نحكي نعرف شو هو السيراميك والجرانيت، يعني هي مواد أساسية وشو الفرق بيناتهم ومزاياهم. نحن بنعرف كل واحدة إلى تكلفة، يعني مادية بنعرف السيراميك هو أقل تكلفة، بس فعليا كل مادة إلى ميزة من المزايا للبيت. هلا في عنا نحن مثل ما حكيتي عنا نوعين، هو السيراميك والجرانيت. السيراميك كثير له انواع والجرانيت كمان له انواع مختلفه. الجرانيت هو بيكون هلا صار في عنا نوعين له، كان في عنا الجرانيت الطبيعي اللي هن بيكتشفوه بقلب الجبال وبيستخلصوه وبيعالجوه بيحطوه بالمعامل ضمن طبقات ومواد مختلفه لحتى نحن نحصل على النتيجه النهائيه. صار في عنا هلا كمان الجرانيت الصناعي كمان صار موجود، واكيد في عنا السيراميك. السيراميك هو بالاساس صناعي، هو عباره عن طبقات بتنطبخ واخر شيء بتطلع عنا هي الطبقه الرفيعه. بيختلفوا بين بعض من ناحيه السماكه، من ناحيه التكلفه، من ناحيه الجوده، من ناحيه التاثر بالمواد، يعني على حسب كل نوع له هو الخصائص تبعيته. طيب بما انه حكيتي عن الجرانيت والسيراميك، خلينا نقول شو هو او شو هي المساحه اللي بنعتمد فيها. نعرف نحن كمان مساحه المكان بتاثر على اختيار النوعيه، يعني انا بدي احط هون سيراميك ولا جرانيت، شو السبب ليش هون بستخدمه هون ما بستخدمه، ممكن تعرفينا على هاي التفاصيل. هلا اهم نقطه نحن ننتبه عليها اللي هي المطبخ، ترس المطبخ حسنا لازم يكون جرانيت، لانه اول شيء نحن ما فينا نحط سيراميك، يعني اولا ممكن يجرح لانه الزوايا تبعيته حد، ما ممكن نعمل مثل الجرانيت هيك انه تبرديه او تماما، هي اللفه الصغيره اللي بتكون اساسيه ما بتاثر بالمواد. يعني دائما نحن عندنا ترس المطبخ هو حصرًا جرانيت ما فينا نبدله، في انواع اكيد ثانيه ممكن نختار مرمر قصص ثانيه، بس انه المهم ما يكون هو سيراميك. الارضيات فينا نحن عندنا الحريه، فينا نختار الجرانيت، فينا نختار السيراميك، الرخام، يعني في عندنا انواع مختلفه. انا من ناحيتي بفضل السيراميك للارضيات. طبعا في عندنا نحن قياسات كبيره او بورسلان بسموه، عندنا قياسات كبيره وقياسات صغيره بتختلف، بس اهم شيء نحن نكون عارفانين القياسات المناسبه اللي نختارها. طيب خلينا نحكي فعليا استخدامات الجرانيت، يعني حكينا انه الافضل ولانه الاحسن، بس انا بتلاقي مثلا اكثر الناس كانت تروح للجرانيت فعليا لانه هو مثل ما قلتي تختلف مزايا والجوده عاليه. اليوم مع التكلفه العاليه للمواد صارت العالم بتروح للسيراميك، بس شو الاستخدامات الاخرى؟ يعني انا ما فيني مثلا احط الجرانيت بكل البيت مشان هي التكلفه، شو ممكن استثمر انا من مساحات البيت احط الجرانيت فيها؟ تماما، لهيك انا دائما بنصح انه الجرانيت هو حصرا ينحط بترس المطبخ، ونروح بالخيارات اذا بدنا نقلل التكاليف هي بارضيات البيت الشقه. يعني نحن مثلا السيراميك فينا، طبعا في السيراميك له قياسات كبيره، انا دائما بنصح بالقياسات الكبيره بعد عن الصغيره لانه بتعطي مساحه اكبر، خاصه ان احنا الشقه عندنا بسوريا هي ما لنا شقه كبيره، فكل ما كبرنا القطعه طبعا على حسب الغرفه بتعطيها هيك مساحه اكبر. كمان الوان السيراميك بتختلف من، يعني كمان بنقدر نلعب فيها دور بالمساحه. الجرانيت انا بفضل نستخدمه غير كترس المطبخ، ممكن على ترس الحمام احيانا عند المغسله هي كمان بنستخدمها بتكون هي. في عندنا شيء اسمه نحن النعلات الصغيره والبرطاشات اللي بتكون بين الحمام وبين مثلا الكوريدور او هدول القصص، كمان بنقدر نحطها نحن هي من الجرانيت. يعني نحن بس عندنا تفاصيل كثير صغيره نحن مجبرين انه نحطها جرانيت. يعني مثلا ممكن حدا يحط مثلا بالارضيه يعني قطعه جرانيت والباقي سيراميك، من نوع من الجماليه يعني فينا، بس يفضل. بصراحة ما بتعطي جمالية حلوة، يعني حيبين الفرق لأنه هي إلى خصائصه وهي إلى خصائصه. فمثلا كمان ليش بنصح أنا بالسيراميك نختاره بدل الجرانيت بالأرضيات، لأنه
اذا فرضا لنقول نزلت مواد عليه هو ما بيتاثر ما بيشربه، بينما الجرانيت اكيد بيتاثر فيها دغري. انكسرت قطعه بتشيلي للقطعه بنحط بدالها فورا، الجرانيت لا، نحن ممكن نجليها بس ممكن ما يمشي حالها نرجع نضطر نبدله، واكيد في فرق بالتكلفه، فلهيك نحن بنروح للسيراميك. طيب خلينا نحكي كمان عن الالوان اللي ممكن اعتمادها وتاثيرها على الديكور الداخلي، على اعطاء مساحه اكبر او على تصغيره مثل ما بيقولوا. قد ايه مهم هذا الشيء؟ لانه اليوم في كثير ناس مثلا بيعجبها شيء بيطبقه بالبيت بيعطيها نتيجه عكسيه مثل ما بنقول. صحيح، الاختيار الخاطئ دائما ممكن يعطي نتيجه غلط بالمكان، لهيك انا دائما بنصح اذا كانت الغرفه صغيره نبعد عن الالوان الغامقه، لانه نحن كل ما كان اللون غامق بصير التركيز عليه بنحس الغرفه اصغر. صحيح. فهي اول غلط نحن نبعد عنه، بفضل دائما نروح للالوان الفاتحه. مشكله الالوان الفاتحه على السيراميك انه بتبين الوسخ عليها تماما، فهي المشكله الوحيده اللي لها. بس احيانا بفكروها مغبره بتكون هي من النقشه نفسها يعني. صحيح 100%، يعني هي يعني كثير مجليه بطريقه بشكل انه مثل المرايه بتصير، فبتعكس كثير، فالعالم بتقدر تشوف الوسخ عليها. بس مع هيك انا دائما بفضل اذا كانت الغرفه صغيره مبعد عن الالوان الغامقه ومبعد عن القياسات الصغيره. هلا دارج حاليا الباركيه ما الخشب اللي هو بيكون سيراميك بس عاطي ايحاء باركيه. ايحاء تماما هو الباركيه الخشب، انا كثير بنصح فيه حلو. بس كمان نفس الشيء في منه الوان فاتحه، يعني مو ضروري يكون لون الباركيه انه هو لون خشب غامق، لا، في منه الوان فاتحه، في منه الوان رماديات. فينا كمان نستخدمه مثلا هذا الشيء بغرف الاولاد فرضا او غرف النوم، وباقي البيت يكون مثلا من الالوان الثانيه او اللون الفاتح ليعطي كمان هيك فخامه وجماليه اكثر. طيب نور خلينا نحكي معك عن انواع السيراميك، نعرف في انواع كثيره للسيراميك، نحكي عن انواعها وتكلفتها وكيف بتفرق فعليا بالاماكن، يعني بالحمامات، انا اللي بحط الحمامات غير اللي بحطها بارضيه الصالون وهيك. صحيح، في عندنا كذا نوع للسيراميك، في عندك الانواع، في عندك الوطني اللي هو نوع جيد خيار جيد انا بستخدمه مثلا، ممكن بالسقيفة نحطه، ممكن نحطه ورا خزن المطبخ لحتى نعطي نظافة مشان لا سمح الله اذا صار تسريب او شيء ما يوصل لخزن المطبخ. فينا نستخدمه بعدة اماكن للسيراميك الوطني، في عندك السيراميك كمان او البورسلان خلينا نقول، في عندك الاماراتي، في عندك الايراني، كان في عندك كمان المصري، في عندك كمان الاجنبي الاسباني، في عندك كثير انواع نحن بنقدر. ايطالي طبعا اكيد بتختلف اسعارهم، يعني الايطالي مثلا هو اغلى شيء، بعده بيجي الاسباني، بعده ممكن نلاقي بين الايراني، بعد المصري، يعني بتختلف التدرجات تبعتهم حسب النوعيه تبعتهم. اكيد نحن بنقدر نختار النوع اللي بدنا اياه، اهم شيء ننتبه يعني بغض النظر عن الاسم هو شو نوعه، اهم شيء ننتبه نحن تكون السيراميكا هي ما مرهوجه، يعني مثل نحن ما بنقدر، او تقويصه نحن ما بنقدر نكتشفه، بس المعلم هو عم بيشتغل ممكن احيانا بنلاقي مثل بلاطه عن بلاطه هيك فارقه بالتركيب. صحيح. المعلم ممكن يحل المشكله على التركيب، بس اكيد اذا نحن تلافينا المشكله من بدايه وقت نشتري نسال نحن عن هدول التفاصيل الصغيره مشان ما نوقع. طيب بتختلف اذا يعني السيراميك اللي بنحطه بالحمام عن الصالون ولا لا؟ ما شرط، اكيد يعني احنا ما فينا نحط مثلا بالحمام سيراميك عم بيلمع فرضا، خاصه للارضيات لانه بصير على المي بصير بزحلت، فانا اكيد ببعد عن هذا الخيار، بحط خيارات مت للارضيات. لا، اما بالصالون فيني انا احط المت، فيني احط اللميع، او فيني احط النسله مع حلسة على حسب انا شو. طيب فضل. طيب نور، يعني اليوم في كمان في ناس كثير، نحن عم نحكي عن السيراميك والجرانيت وخليني اقول مواد هي جميله وبتعطي ايحاء حلو بقلب البيت، بس البلاط وين راح؟ يعني ما عاد حدا يستخدمه حاليا، مع انه في كثير بيوت موجوده، يعني اصلا موجود فيها هو البلاط، ما عاد في تطوير له باعتبار ممكن يكون لسه اقل تكلفه ويمكن بيوفر بكثير فروقات ولسه متانته واستخدامه بيعيش سنين كثير عن السيراميك وغيره من المواد. هلا اذا كنا عم نحكي عن البلاط اللي كان يستخدم سابقا اللي هو القياسات الصغيره اللي موجوده اكيد لسه فينا نستخدمه، بس المشكله هو النقشات اللي فيه ما انا كثير متنوعه، فيعني طب ليه ما عم بيتم تطويره؟ يعني انه ما في هلا انا بعرف في معامل عم تعطي حتى بالبلاط صارت عم تعطي نقشات جديده، يعني هو هلا نحن اذا كنا عم نعطي هي النقشات الجديده وهدول خلينا نقول اللي بتكون بسيطه اللي ما فيها التكرار زخارف زخارف او هالاحجار او هي شيء، نحن صرنا عم نفوت بتكاليف اعلى، يعني صرنا عم نروح على الرخام، ممكن مثلا يكون هيك فيه عرق بسيط كل ما نحن خفت او
القطعة فتح لونها ممكن يكون أغلى من السيراميك والهي البلاط حاليا؟ أكيد إذا كنا نحن عم نروح على رخام أكيد هو أغلى. إذا بنرجع نحن للحجارة الصغيرة اللي كنا نستخدمها اللي هي كانت 25 سنتي هيك شيء تقريبا، لسه موجودة، لسه ممكن نستخدمها، بس مثل ما قلت لك إنه التكرار اللي فيها، النقشة اللي فيها هي عم تعطي تصغير للحجم وعم تعطي إدم، يعني ما عادت إلا مستخدمة. ممكن بمناطق معينة تستخدم مثل مثلا إذا كنا عم نعمل مثلا مطعم أو هالقصص، بس ببيوت لا ما بقى عم تستخدم. بس أكيد إذا كانت موجودة فينا نجددها إنه نجليها بترجع عم تلمع بتعطي هيك ضوية للبيت، بس إنه ما أكتر من هيك. طب خلينا نحكي، يمكن بالآونة الأخيرة عم نشوف في اختلاف، يعني مرة بنشوف الخشب اللي هو كتير دارج، مرة الرخام والحجر، هلأ بنشوف البساطة بتصاميم الديكورات، عم نشوف حتى السيراميك عم ياخد مساحة واسعة. بعيدا عن الترند والموضة، شو اللي بتنصحي فيه فعليا بالبيت وأقل تكلفة؟ لما نقول نحنا أرضية البيت، الحمامات، شو هي النصائح؟ لأنه في كتير ناس يمكن ما بتعرف واحيانا بتقول انه يا ريتني عملت هيك او استشرت. صحيح مثل ما حكيتي، نحن عندنا كل كم سنه بتتغير الموضه، صحيح. فبتصير بصير الواحد ما عم بيقدر يواكبها، لانه اول شيء صعب التغيير، مكلف، ما انه سهل انك ترجعي تفوتي ورشات على بيتك، يعني في عندنا كثير مشاكل بتصير. لهيك انا دائما بنصح نختار الشغلات اللي هي ستاندر، يعني نحن ما بتتغير مع الايام. يعني مثلا ارضيه البيت اذا كنا حاطين ارضيه بسيطه، انا ماني مضطره اغيرها كل كم سنه، لا بحط ان كانت رخام او ان كانت بورسلان، بغض النظر شو نحن حاطينها، بس نختار شيء بسيط. يعني مثل ما حكينا قبل شوي، نبعد عن النقشات، نبعد عن الزخارف، فشو ما صارت الموضه نحن بنصير بنغير بالفرش، الوان الفرش، ممكن بعد عن التغييرات الكبيره بقلب البيت ممكن نغير بلون الدهان. اما الشغلات الاساسيه اللي هي مكلفه وصعبه التغيير، اكيد بفضل نختار الشيء البسيط اللي بضل رايح معنا العمر كله. طيب بما انه حكينا عن يعني العناصر المحيطه، مو بس الارضيات اليوم عم نحكي، في كثير ناس بتحب تعمل جدران باماكن بتقول لك لاعزل الرطوبه، لساوي انه انا بعمل بهاي المنطقه انا دائما عندي رشح وما عم بقدر اعالجه من الاساس، لا احيانا البيئه بتاثر، احيانا انا البيت ما عم بقدر اتحكم باللي فوقي او اللي تحتي عم بضل عندهم، فبيعملوا حيط كامل من هذا النوع. شو بتنصحيهم لما يكونوا عاملين مثلا سيراميك او جرانيت؟ شو المواد اللي تتناسب يعني كديكور؟ هلا اهم شيء نحن بصراحه دائما انه نحن نحل المشكله اللي هي موجوده، يعني مشكله الرطوبه هو شو اللي عم يسببها، اذا في عندي تسريب مي، اذا في عندي مثلا الشارع، اذا كان بيت ارضي او ابو، يعني نحن نحاول نحل المشكله. اذا كان هذا الشيء مستحيل او صعب ممكن نغطيه، بس انا ما فيني اقول لصاحب الشقه انه هي حتنحل المشكله عندك نهائيا، هي ما رح تنحل. يعني حتى ان غطيناه غالبا العالم بتروح يا بتغطي بخشب او ممكن تغطيه بحجر، الحجر الافضل، يمكن الحجر كثير دارج كمان. هلا مثلا الخشب السيئه تبعيته بصير نحن بنسميها بالعاميه بفشفش، يعني بفشي بيطلع لبرا 100%. او اذا نحن غطيناه بورق جدران بتلاقي هيك ورق الجدران نافر فيه طابات، كمان كثير سيء. 100%. إذا غطيناه بالحجر، بين الحجرة والحجرة نحن في عنا هيك مثل ميل صغير هو بيكون اسمه روبة، هاي حتنزل بودرة على الأرض، ست البيت ما حتعرف من وين عم تجي هالبودرة، هي الرطوبة عم تطلع عم تحاول تتنفس من بين هالقطعة وهالقطعة، عم تحاول تطلع من بيناتهم. فهو حل، ما رح أقول إنه هو حل صح لأنه هو حتضل تطلع الرطوبة، بس أكيد بغطي المشكلة إذا هي كان كشكل زاعر. في عنا حلول تانية، ممكن نعزل، ممكن نحط نترك فضة بين الحيط وبعدين نركب يعني مثل فضة سنتي بس هيك للتهواية، تجديد الهواء، وبعدين نحط ألواح عزل. يعني في عنا هدول الخيارات، بس إذا نحن عم نحكي عن السيراميك والجرانيت والرخام والحجر وهدول القصص ممكن يحلوا المشكلة، بس برجع بقول أكيد أكيد حتطلع الرطوبة من بين هالفتحات الصغيرة بتنزل عن طريق مثل بودرة بيضاء على الأرض. طيب شو بتنصحيهم من البدايه لحتى ما يفوتوا بهيك مشاكل، خصوصا بالرطوبه؟ ونحن بنعرف هي مشكله عامه للاسف بجميع او معظم البيوت اليوم. اذا كنا عم نكسي البيت يعني عن جديد وهو كان على العظم، اهم شيء نحن ننتبه على الصحيه بعد ما نطين الحيطان ونعمل وش معجونه للحيطان ونضغط الشبكه تبع الصحيه، نترك الحيطان فتره. هلا بعرف انه هي صعبه لانه اغلب العالم تكون مستعجله لحتى تاخذ البيوت، لما نتركها وخاصة لما بنكسي كمان عم نحط الأرضية عم نستخدم مي ونحن عم نركب الأرضيات، هي كلها الحيطان عم تشرب مي وعم تطلع عليها الرطوبة، نتركهم فترة قد ما فينا. إذا كان فينا نترك البيت نكسيه نص مرحلة مثلا ونتركه سنة فرضا أو ست شهور، الرطوبة حتطلع، حنعرف من وين المشاكل، حتنشف الرطوبة وتكون حلت كل هاي المشكلة، راحت معنا للأبد. وأكيد إذا في عنا تسريب من عند الجيران ببين كمان على الحيطان، يعني فورا بتطلع هاي المشاكل إذا كنا عم نكسي من البداية.
اذا لا فهو حل صعب يعني غير انه من عند الجيران اذا كانت المشكله او اذا كان عن الطريق، اذا كان في امكانيه نحلها اكيد احسن من انه نغطيها. اكيد. يعني بالختام بدنا نشكرك على كل النصائح اللي قدمتي لنا اياها، ونتمنى الناس يكونوا استفادوا منها. شكرا لك. شكرا لك. اكيد نتشكرك. شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا. شكرا لك.